لأن العلم سر عظمة الأمم وتطورها، به تنال الشعوب المكانة المرموقة بين الأمم. السيد الوزير الأول، إن النجاح المميز الذي حققه زملائي وزميلاتي لم يكن وليد صدفة، وإنما هو نتيجة وثمرة مجهودات متعددة. أولها الإمكانيات والوسائل التي وفرتها الدولة الجزائرية من هياكل ومؤسسات لبناء شخصية وطنية متزنة متفوقة، دون أن ننسى الإجراءات المميزة التي اتخذتها وزارة التربية في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، والتدابير التنظيمية الوقائية قصد استمرار الدراسة عن بعد والحيلولة دون انتشار الوباء، وفتح أبواب المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ للمراجعة والتكفل النفسي بهم قبل وأثناء إجراء الامتحان. ثانيها المجهودات التي بذلها أساتذتنا الكرام الذين لم يبخلوا علينا بالتحفيز والتوجيه، فهم يستحقون بكل جدارة الشكر والتقدير. ثالثها جهد التلاميذ الناجحين المبني على الإرادة القوية والرغبة الدافعة إلى النجاح، فقد قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. رابعها مساهمة أوليائنا الأفاضل بما وفروه لنا من رعاية وتشجيع ومرافقة، فقد شقوا من أجل نجاحنا وتميزنا وتعبوا من أجل راحتنا، وندعو الله العلي القدير أن يعيننا حتى نكون لهم قرة أعين ونرد لهم جزءاً ولو يسيراً من جميل صنيعهم. إن هذه النتائج التي تحققت اليوم ما هي إلا ثمار المدرسة الجزائرية التي غرست فينا قيم المحبة والتسامح والإخاء بين كل أبناء وطننا الحبيب. السيد الوزير الأول، في الختام تقبلوا منا أسماء عبارات التقدير والإخلاص، متمنين للسيد رئيس الجمهورية ولكم السيد الوزير الأول التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت الجزائر حرة كريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.